متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نهضروا على واحد القضيه تتعلق بالمعارضه داخل مجلس الدار البيضاء من وجهه نظر حزب التقدم والاشتراكيه اللي قرصوا يعني في صف المعارضه بعد انتخابات شتنبر 2021. اشنو الدور اللي تتقوم به هذه المعارضه هذه، وعلاش تبان حزب التقدم والاشتراكيه عفوا داخل مجلس المدينه كانه واحد من الاحزاب الاغلبيه؟ من اجل مناقشه هذه المحاور هذه نستضيف السي مصطفى مندور، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن حزب التقدم والاشتراكية. سي مندور مرحبا بك. شكرا سي حماد، وشكرا لجريدة الفاس بريس على مواكبتها لتدبير الشأن المحلي على مستوى مدينة الدار البيضاء. سي مصطفى، في حزب التقدم والاشتراكية اختار باش يكون في المعارضة، ولا أنه اضطر أنه يكون في المعارضة، ولكن من خلال دورة المجلس تبان بأنكم تقدمون المساندة المطلقة للتجربة تاع التحالف الثلاثي اللي هو الأحرار والأصل والمعاصرة وحزب الاستقلال على مستوى مدينة الدار البيضاء، وذلك من خلال التصويت على تقريبا النقاط اللي تتكون مدرجة في جدول الأعمال. مع الأسف سي أحمد، حنا لم نختار المعارضة، ولكن كما قلتي فرضت علينا المعارضة بالقرار اللي اتخذته ثلاثة ديال الأحزاب وما يسمى الآن بجي 3. اختاروا انهم تشكيل مجالس المقاطعات ومجلس مقاطع من ثلاث احزاب واقصاء باقي الاحزاب، مع العلم ان الاحزاب السياسيه ملي كتقدم مرشحين ديالها وملي كتفوز بالانتخابات ديالها فعندها رغبه اكيده انها تساهم في تدبير الشان المحلي، خاصه في الشيخ متعلق بالجماعه الترابيه. وفي هذا الاطار نرى المرشحين ديال الاحزاب السياسيه والاحزاب السياسيه كتقدم برامج باش يمكن لها انها تنزل البرامج ديالها، راه خصها تساهم في التسيير، ماشي كتختار المعارضه عن طواعيه ولكن تفرض عليها المعارضه. على مستوى جماعه الدار البيضاء، نحن في حزب التقدم والاشتراكيه نمارس، ونقولها لمره ثانيه وثالثه ورابعه، اننا نمارس المعارضه الوطنيه الديمقراطيه البناء. بالفعل اننا نصوت على مجموعه من النقاط التي تصب في لصالح الساكنه البيضاويه، ما يمكنناش نمشيو ضد المصلحه ديال المواطنين. حنا ما كنديروش معارضه من اجل معارضه نديروا البهرجه ونقولوا حنايا راه ضد هذه وضد هذه وضد هذه. الامور اللي هي ايجابيه واللي تنشوفوا فيها ايجابيه راه نصوت عليها وندعم ونساندها، كما اننا رفضنا ونرفض مجموعه من الامور التي لا نتفق حولها. ولكن من خلال دوره المجلس تبان بان حزب التقدم والاشتراكيه يعني كانه واحد من الاحزاب الاغلبيه، ما تتبانش هذيك المعارضه حتى الناس، يعني حتى الناس اللي تيحضروا للدوره تاع المجلس تيعتقدوا بان حزب واحد اللي كاين في المعارضه هو حزب العداله والتنميه. ومع الاسف ان العمل ديال اللجان ما تيبانش والعمل ديال اللجان تكون في اطار واحد غير مسموح ماشي عمومي. كنا نتمنى ان المشرع ان حتى اللجان انهم يفتحوا على العموم ويحضروا من العموم. النقاش اللي تيكون وسط اللجان نقاش من تما تيبانوا المواقف ديال الاحزاب السياسيه. وتيكون عندنا الوقت كافي للترافع والدفاع عن المجموعه ديال الامور. اليوم حنايا في المجلس ديال جماعه الدار البيضاء نحن مقيدين بالتوقيت. عندنا 6 دقائق كفريق، عندنا 6 دقائق. واحد يلاه تيقول بسم الله الرحمن الرحيم مشات 2 دقائق. فين بقى عنده الوقت هو، والثانيين في اطار التناوب حنايا بيناتنا باش كل واحد ياخذ 2 دقائق غادي يدير لهم. حتى التوقيت اللي معطينا غير كافي، وكنطالبوا من هذا المنبر انهم كأحزاب اللي هي مشاركة في تدبير الشأن المحلي تعطاها واحد التوقيت مناسب اللي يمكن لها تعبر على مواقفها. في هذا الإطار ما تتفكروش انتم تقدموا شي اقتراح تاع التعديل تاع النظام الداخلي اللي يصب في هذا الاتجاه هذا؟ ماشي بالفعل حنا اليوم راه ماشي النظام الداخلي، تنقولوا حتى القانون 113/14 من 2003 إلى اليوم لابد أنها نديروا ليه ندير مناظره باش نشوفوا. ماشي النظام القانون 113 كله راه مزيان في مجموعه ديال الملاحظات، وحال الوقت اللي تعديل مجموعه ديال هذاك، لان
اليوم واحد حزب ما كيترشح انتخابات كيفوز مقاعد وكيتصنف في المعارضه واش غادي يبقى واش الناس صوتوا عليه باش يمشي للمعارضه وهذاك هذاك المستشار تيبقى محدود الدور ديالو تيبقى محدود واش يجي يحضر الدورات ويمشي هذا هو دوره يحضر ثلاث جلسات ويمشي واش هذا هو الدور ديالو دور الرقابه ما كاينش اللي تقدم اقتراحات ترفض يراسل ما تيتوصلش الأجوبة هذه كلها أمور اللي لابد أننا جميع المكونات السياسية خصها تلقى ذاتها وتساهم فعليا في تطوير المشهد السياسي في البلاد. الآن دابا تقريبا دازت واحد أكثر من سنة على مجلس الجماعة تاع الدار البيضاء على الانتخاب ديالو، البيضاويين تيحسوا بأن ما كاينش شي لمسة ما كاينش شي بصمة على المساومة ديال الدار البيضاء، المشاريع اللي هي انطلقت شحال هذه بقات باقا الآن متعثرة، يعني البرنامج العمل تاع المجلس باقي ما خرجش الآن للوجود، أش وقع داخل هذا المجلس؟ وأش وقع هو أنه ربما السؤال خصو يطرح للأغلبية. ما يلاحظ وما يتداول في الكواليس ان الاغلبيه مفككه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك اللي يمكن بيناتهم هاد الاحزاب الثلاثه والاربعه مازال ما لقاوش ديك التوليفه يمكن بيناتهم ولا يمكن الطموح ديال الاشخاص ولا الطموح لا اقول الطموح ديال الاحزاب بما هذا ولا قله تجربه في تدبير الشأن المحلي إذا استثنيتي جوج ولا ثلاثة ربما أن ما تبقى يلا تيكتشفوا يلا يمكن يلقى ذاته ويلقى كيفاش بالفعل أن أورش مفتوحة بالفعل أن البيضاويين والبيضاويات ينتظرون الشيء الكثير من هذا المجلس أمور على العموم أن تقول أن مازال ما ما لقاوش ديك اللمسه ما لقاوش ديك التوليفه باش يمكن لها ان تكون مازال ما نقولوا ديك الانطلاقه الحقيقيه ما كاينش الباك راه حتى المقاطعات راه مازال ما قدموش ولكن خصنا نفهموا شنو بغينا واش برنامج شنو بغينا حنا شنو بغينا لهاد الدار البيضاء واش واحد ملي كتقول ليه دير لي برنامج عمل تيجيب لك المشاكل ديال الدنيا والاخره كيحط لك برنامج العمل لا راه خصك تشوف ملي كنقول هذا البرنامج كنقول موازاه مع ذلك كنقول اشنو الامكانيات المتوفره الماليه لانجاح هذا البرنامج وبالتالي لابد اننا كمقاطعات خصهم يقدموا مقترحات عمليه مشاريع قابله للانجاز وبالمقابل يقول واش المجلس الجماعي عنده الامكانيات الماديه لتنزيل هاد الاقتراحات والدار وجماعه الدار البيضاء خصها تكون عندها واحد النظره المجلس ونقول انا الاغلبيه لا احمل مسؤوليه للرئيسه ولا ذاك ولكن كنقول الاغلبيه خصها تكون اغلبيه منسجمه عندها واحد الرؤيه عندها واحد الفلسفه عندها واحد التوجه عندها واحد الهدف وكل البعض تيقول بان كاع النقاش على مجلس مدينه الدار البيضاء والجماعه تاع الدار البيضاء بدون معنى، علاش بدون معنى؟ لان كاين شركه التنميه المحليه هي الان التي تدبر هي التي تطبق برنامج عمل بغينا نقولوا بين قوسين على مستوى الدار البيضاء. اعتقد ان هذه الاشكاليه اللي مطروحه اليوم ديال الشركات ديال التنميه راه حتى المجلس مقصر في حقه. كيفاش؟ حتى المجلس ما تيقومش بالدور ديالو الدور ديال الرقابه الدور ديال التتبع بالفعل ان خلق هذه الشركات ديال التنميه داروا على اساس تسهيل المساطر ديال التمويل وديال التدبير وديال هذا والعقل هادشي ممكن لان مع الاسف ان اصابع الاتهام اليوم كتوجه للفاعل السياسي وخص تخليق الحياه السياسيه خصنا لان ملي تنقول مستشار بحال قلتي شي لان الى لين راه غول وهذا الشيء خصنا الاحزاب السياسيه خصها تعطي اطر وكفاءات اللي قادرين انهم يعطيو شي حاجه لهذه المدينه باش يمكن نغيروا شويه هذه الشركه ديال التنميه مع الاسف انه على مستوى جماعه الدار البيضاء كل مشروع كاينه لجنه ديال التتبع ديالو واش جامعه لجنه التتبع ورئيسه المجلس راسلات هذه اللجان باش يقوموا بالدور الدور الانتدابي ديالهم مع الاسف انهم ما كيجتمعوش واش اللي جاوا واش عندهم الامكانيات عندهم الوسائل العمل ولا هذا انا جيك كل نائب
عنده تفويض مثلا في مجال ما، راه هذاك النائب اللي عنده هذاك التفويض خصو يفعل هذوك اللجان ديال التتبع، وخصهم يبداو داروا تقارير. هاد اللجنه اجتمعت دير تقرير تقول فين كاين الخلل، فين كاين هذا، واش المشروع غادي ما غاديش، علاش ما غاديش. وهذا الاطار نقول لك انا مثلا عندنا هضرت على مشكلة تاع اللجان داخل مجلس المدينه، وهذا الموضوع هو ماشي لجان التتبع. نهضروا على اللجان اصلا تاع مجلس المدينه قبل من لجان التتبع، الاصل ديالها اصلا حتى هي ما تتشامش. البعض تيقول التفعيل ديالها التفعيل تاع هاد اللجان ما تتشامش، يقول لك ما خصهاش تبقى يعني مقتصره على الدورات. راه هي بدورات المجلس، لا ما خصهاش تبقى بحال هكا، ما خصهاش تبقى. الدور ديال اللجان هو الدراسه ديال الملفات، الدراسه ديال القضايا. مثلا اليوم ارصاد جويه وكل شيء تيقول انه الامطار الخيره تنزل على البلاد، واجتمعت اللجنه ديال اليقظه باش تقول انه اشنو غادي غدا تكون عندنا النظره الاستباقيه. كيفاش هذيك النقاط السوداء خصنا نعالجها؟ النقاط السوداء واش تعالجت ما تعالجتش؟ واش دار الكوراج في هذه المنطقه؟ واش هذا الحي ماشي تاتوقع الواقعه ذاك نوضوا نبكيو ونغوتوا؟ لا، ما عندناش ديك، مع الاسف مع الاسف، ديك النظره الاستباقيه، ديك الرؤيه المستقبليه شنو باغين وفين باغين ما كايناش. ولكن هذه يتحمل مسؤوليته الاغلبيه. انا نقول وسطر عليها بالاغلبيه، لان مع الاسف ان كما قلت كاين 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 شي كاين خلل ما خص الاغلبيه انها احنا زعما ندعو لهم بالخير. حنا ما نتمنوا انهم ينجحوا في هذه المهمه ديالهم، لان النجاح ديال الاغلبيه في هذه الفتره في هذه المهمه هو نجاح ديال الاحزاب السياسيه كلها، والفشل فهو فشل الكل. غادي يجني النتائج ديالهم. الى خذينا المقاطعات وناخذوا المقاطعه تاع نموذج الحي الحسني في مدينه الدار البيضاء، البعض تيقول لك بان داخل هذه المقاطعات هي ما كاينش هذه الحركه، ما تتبانش واحد الحركيه على مستوى التدبير تاع هذه المقاطعات. واش تتفق مع هذا الراي؟ واش اصلا المقاطعات عندها الامكانيات الماديه؟ دابا واخا المنحه ارتفعت لها مقارنه مع السنوات الماضيه، ولكن واش يعني عندها الامكانيات باش دير برامج دير مشاريع ديالها؟ مع الاسف ان ماشي كل شيء تيكون بالفلوس. بالفلوس خصنا الافكار والبلورات هذه وتنزيل هذه الافكار على ارض الواقع. ناخذ نموذج ديال الحي الحسني. اليوم الحي الحسني الميزانيه ديالها او المنحه المخصصه لها 3 مليار، ولكن ما ننساوش الكتله ديال الاجور اللي كيتحملوا مجلس المدينه الدار البيضاء، بمعنى بالاضافه للصيانه وديال الشوارع الرئيسيه وديك الزبده اللي تيمشي تلقى مجلس المدينه. ملي تنجيو ندير واحد العمليه حسابيه راه مقاطعه الحي الحسني اليوم كدور بواحد 6 مليار ولا 5 مليار باحتساب هذا الشيء اللي تيخلص. باحتساب هذا اليوم ما كاينش استراتيجيه، ما كاينش هذيك الرؤيه اللي هضرتي عليها، ما كايناش حتى عند مجلس مقاطعه الحي الحسني. وكاين اجماع، كاين اجماع لا على مستوى الجهاز ديال الوزاره الداخليه ولا على مستوى الاعضاء المجالس انه ما كاينش شي حاجه اللي كتبان لك ملموسه. ما كاينش تدبير، كاين ذاك الى بغينا نسميو التدبير اليومي. جي وقع رخصه، وقع بيرميتي، وقع هذا وسير، ماشي هذا هو التدبير. التدبير هو تحط ملفات والتدبير ديالها وحط مشاريع تنمويه والتدبير ديالها وحدد السقف الزمني. هذا الملف كيتعلق بواحد مجموعه بحي سكني، هذا خصني نحل هذا المشكل هذا. شحال ديال الوقت؟ شنو اللي كيتطلب مني؟ شنو هي الوسائل العمل؟ شنو هو الموارد البشريه اللي خصني نوفرها؟ شنو هو الموارد الماليه اللي خصني نوفرها؟ هذا هو التدبير. ماشي التدبير هو تجي وقع رخصه وقول انا راه عندي تفويض كنوقع، ماشي هذا هو التدبير. التدبير هو لا جيستيون، يعني ماشي داك يعني التسيير العقلاني، التسيير هو هذيك الرؤيه اللي هضرت عليها. سي منظور، سي منظور شكرا جزيلا على قبول. مرحبا سي احمد ومتتبعي قناه الفاسبرس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج خزاتيتي.